تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. مساء الخير يا أطفال، وش رأكم؟ إذن مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. كامل كما راكم كلمناكم بالهاتف باش تجوا تحضروا معنا في حصة عمو يزيد. إذن أنتم كذلك يا أطفال، إذا حبيتوا تحضروا معنا في حصة مع عمو يزيد كما هاد الأطفال وجود فرحوا معنا، ما عليكم إلا توجهوا إلى موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال اليوم في هذه الفترة شكون اللي يقول لي واش هما الفنون؟ تعرفوا الفنون؟ الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث، الفن الرابع، الفن الخامس، تعرفوا؟ كاين نشاط نقوموا به في المدرسة، واش هو مثلا؟ واش هو النشاط اللي نقوموا به في المدرسة؟ نشاط فني، الرسم، صنع المشاريع، الغناء، هادو كاع فنون. زيدوا شوفوا الشاطر هذا واش يقول. القراءة. القراءة، لا لا، الفنون بنتي. الرسم. زيد زيد الفنون. الموسيقى. الموسيقى، مش هذا اللي حاب نسمع حاجة أخرى. واش هو؟ التلوين. لا لا، فن من الفنون. الرسم. الرسم تعرفش؟ الرسم. ال 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 وش هو الفن اللي يلعبوا فيه أدوار؟ اللعب. وش حبيت؟ اروح. سمي هنن. واسمك؟ سمي هنن. ها؟ سمي هنن. شحال في عمرك؟ تسنة. شحال؟ تسنة. ستة؟ ايه. لا 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 لا. شحال؟ شحال في عمرك؟ في عمرك أربعة، تقول ناس تاع بيت كبر برخف. ها؟ ايه. لا لا، خوك أربعة، يا أخي. أي روح تقعد مع خوك، روح. وش هو؟ المسرحية. المسرح. فوالا، إذا يا أطفال المسرح. في هذه الفترة هذه كاين اليوم العالمي لهذا الفن اللي هو المسرح. إذا يا أطفال إن شاء الله تتوفقوا وتروحوا تشوفوا مسرحيات كبيرة، لأن المسرح فن نبيل. قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، كاين فقرة مهمة هي فقرة اللغز. تحبوا الألغاز؟ راح نطرح عليكم لغز، وهذا اللغز تفكروا فيه إلى غاية نهاية الحصة. أنتم والأطفال اللي يشاهدوا فينا كذلك يقدروا يجاوبوا على اللغز من خلال موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن اللغز يقول: كله ثقوب ولكنه يحفظ الماء. أعيد اللغز: كله ثقوب ولكنه يحفظ الماء. من هو؟ معليش يا أطفال عبيب اللي شاطرين، إذن فكروا إلى غاية نهاية الحصة انتم والاصدقاء اللي يشاهدوا فينا، وحنا نمروا. انا كاين حاجه نحبها غير كيما دخل علينا فصل الربيع. فصل الربيع واش نقول؟ حبيت نغني لكم اغنيه تتغنى بالفصول الاربعه. راح نتغنوا بكل فصل واش فيه الشي مليح واش فيه. واش من فصل اللي تحبيه انت يا بنتي؟ الصيف. تحبي فصل الصيف؟ تحبي البحر؟ ها اوكي. وانت واش تحبي؟ ربيع. فصل الربيع. انت واش تحبي؟ صيف. الصيف. تحبي البحر؟
وانت يا بنتي وش تحبي؟ ربيع. فصل الربيع. وانت؟ ربيع. الربيع. وانت؟ الصيف. الصيف. كي واحد يضحك بزاف وش يقولوا؟ واش يقولوا؟ زيد في الربيع. زيد في الربيع. إذن كيما انت؟ انتوما كاع زايدين في الربيع. قولي لي بنتي واش تحبي؟ فصل الربيع. فصل الربيع. وانت؟ نحب فصل الشتاء. انت تعيشي في السويد في السويد ولا لا؟ لا تحبي الثلج. اوكي. وانت يا بنتي واش تحبي؟ فصل الشتاء. تحبي الشتاء ثاني؟ الشتاء بارد. وانت يا بنتي؟ الربيع. الشتاء. تحبي الشتاء انت ثاني؟ الصيف. 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 هادو صحاب البحر، هادو باينه باينين صحاب البحر. وانت؟ الصيف. الصيف. الربيع. الربيع. الصيف. 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 وانتوما؟ الربيع. الربيع. وانت يا بنتي؟ الخريف. تحبي الخريف؟ أم واحدة تحب الخريف. الصيف. الصيف. هادو صحاب البحر هادو. انا نقترح لكم اننا نروحوا نغنوا هاد الاغنيه. هي الفصول الاربعه جميله منوعه عبر شهور السنه مواسم موزعه. يلا تغنوا معايا كامل. هيا نغنوا كامل مع بعض. الفصول الأربع جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربع جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروعة. أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة، يراقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء صابعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة.
شكرا 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 يا أطفال، شكرا شكرا. إذن يا أطفال بعد هذه الأغنية الجميلة، عجبتكم الأغنية؟ وش رأيكم نروحوا مع إيناس، راح نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري، هو الدكتور بن عودة بن زرجب. يلا معنا نكتشفوا الشخصية. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة مناضل جزائري بن عودة بن زرجب، طبيب ومناضل سياسي جزائري من مواليد يوم 9 جانفي سنة 1921 بمدينة تلمسان، حيث ترعرع في أوساط شعبية بسيطة. درس بمتوسطة ابن خلدون، ثم تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1941 إلى جانب إحرازه على الجائزة الأولى الخاصة باللغة الألمانية. بدأ عمله السياسي الذي وصله بعد ذلك في المهجر عندما توجه لمواصلة دراسته الجامعية في علوم الطب، حيث عين أميناً عاماً لخزينة جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين في سنة 1948. تحصل على شهادته في الطب حيث ناقش موضوع سرطان الدم. بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على شهادة الطب، عاد ابن عودة بن زرجب إلى تلمسان مسقط رأسه ليتفرغ لمعالجة المرضى بمقر سكناه، حيث كان يكتب الوصفات باللغة العربية. استغل دكتور بن زرجب مهنته كطبيب للقيام بالنشاط في صفوف ثورة في سرية تامة، حيث كان يستقبل المناضلين من السياسيين والمجاهدين والمسبلين وأفراد الاتصال في عيادته على أنهم مرضى ليقدموا لهم معلومات طارة وتعليمات طارة أخرى في الجهات المركزية. كان الشهيد بن عودة بن زرجب كبقية أطباء الثورة يكتبون الوصفات للمناضلين وبها يشترون الأدوية من الصيدليات، ولما يجمع المخزون ينقل إلى المستشفيات العسكرية في الجبال لإعطاء الثورة بعد إعلامي كبير. اقتنى الدكتور بن زرجب آلة رونيو لحسب ونشر الوثائق والمناشير الدعائية للثورة، لكن سرعان ما اكتشفت السلطات الاستعمارية أمره فألقت القبض عليه وزجت به في السجن قبل أن تعدمه يوم 19 يناير 1956. شكراً. شكراً 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 شكراً. رحم الله الشهيد. إذن يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. وش رأيكم نروحوا دركا مع عمو يوز نكتشفوا الألعاب اللي حضرها لنا اليوم؟ إذن يلا تصفيق على عمو يوز. يا أطفال اليوم عندنا اللعبة، شوفكم اسك تشوفوا مليح ولا ما تشوفوش، ركزوا مليح وحالوا عينكم مليح. عندنا واحد جدولانا، شحال عندنا؟ شحال؟ وانا شحال عندنا؟ ثلاثة. انا شحال عندنا يا أطفال؟ انا عندنا ثلاثة. وانا شحال عندنا؟ أربعة. على ستة. وانا شحال عندنا يا أطفال؟ وانا 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 شحال يا اطفال؟ ثلاثه. وانا شحال؟ ثمانيه. عشره. على التصفيقه حال عليكم يا اطفال. شكرا 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 شكرا. يا اطفال واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكايه؟ يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم قصة الخروف الشجرة والمطر. واحد النهار كان الخروف يلعب تحت واحد الشجرة، يلعب هكذا تحت واحد الشجرة، وبعد قعدت هذه الشجرة تتكلم معاه، قالت له أنا غير مفيدة والمطر أفيد مني، هو اللي يفيد المجتمع، هو اللي يفيد هذه الدنيا، يعني المطر عنده فوائد كثيرة وأنا ما عنديش فوائد. هو الخروف قاعد يتكلم معها مع هذيك الشجرة، يقولها لا أنت تاني عندك فوائد، قولوا لا شوف المطر يبعث، هو منبع الحياة، هو منبع كل شيء، أنا ما عندي حتى لزمة، وكانت شغل كئيبة هكذا. بعد الخروف قاعد يقولها لا أنت تاني عندك، ومن بعد جاء المطر هكذا الحق عليهم، قال لهم واش بكم تهضروا هكذا؟ قالت له أنت خير منا كمال، وأنت منبع الحياة، وأنت اللي
بفضلك يعني تحيا الأشجار ويعني منبع الحياة. ومن بعد المطر قالها لا لا قالها ما منتي الشجرة فيك فوائد كثيرة، الشجرة عندك فوائد كثيرة، عندك فائدة تعطي الظل، تعطي الخشب، تعطي الورق. إذن من بعد إيه قالت الخروف، قالت له صح صح، كل واحد فينا عنده فائدة في هاد الحياة هذه. عمو يزيد تسمى الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية، نقدر نقولوا لا يمكننا الاستغناء على بعضنا البعض. بالضبط بالضبط، برافو على بوبي، برافو. لا يمكننا الاستغناء عن بعضنا البعض يا أطفال. كل علاقة في هذه الحياة وفي هذه الدنيا هي علاقة تكميلية، كل واحد يكمل الآخر. يا أخي يا أطفال برافو. إذن أنا دركا يا أطفال، أنا دركا عندي فكرة، رح نقعد لهيك واللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال. واسمك؟ محمد. حديقة عمو يزيد. من جيت محمد؟ بوزريع. بوزريع، شحال في عمرك؟ 9 سنين. تسع سنين، احكي لنا النكتة تاعك. هذه خطرة واحد الراجل شالت في دارو النار، هذا كي جا راح يعيط لي بوبي نيميرو تحم 14، هو عيط 41. وبعد كي جاو لي بومبي وجاو المشاريع. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي تعالي، تفضلي بنتي. واسمك؟ كاتيا. كاتيا، شحال في عمرك كاتيا؟ 10 سنين. 10 سنين، وين تسكني؟ في تيلي ملي. في تيلي ملي، واش مدرسة جي؟ مدرسة دونتون مختلطة. مدرسة دونتون، اليوم جيتي مع زملائك كامل؟ لا؟ نعم. جيتوا تحماوة. إذا مرحبا بكم، إذا كل تلاميذ مدرسة دونتون تيلي ملي اللي نحيوهم ونحيو كل سكان العاصمة وكل سكان الجزائر. يا أخي عندك نكتة؟ نعم. احكي لنا النكته. مره واحد الولد راح شرى الزيتون، طاحت له زيتونه، ومع كي راح باش يرفدها باش يحطها في الشلاضه، قالت له ماما ما ترفدهاش دوكا تمرض فيها الجراثيم. ما قالها خلاص ماما واش نديرها، قالها خليها. مع جاتك خطره ماما كانت تسيق طاحت، مع جاتك كي قالت له يا وليدي سي عاوني باش نوض، ما نقدرش نوض وحدي، قالها ماما نديها فيك الجراثيم ما نقدرش نعاود نوضك. يا أطفال أروحي بنتي تعالي تعالي تعالي. البحر من النبولات، تعالي تعالي جوزي جوزي جوزي، فوالا هكذاك هكذاك ديري الطريق وحدك، فوالا. واسمك بنتي؟ سندس. سندس، شحال في عمرك؟ 7 سنين. مين جيتي سندس؟ من تيبازا. تيبازا، مين راكي شابة بزاف سندس، الله يبارك. عندك نكتة؟ إيه. احكي لنا نكتة. قالك واحد الخطره واحد البورطابل بورطابلا تفهموا باش يتلاقاو على العشرة. ومن بعد هذاك البورطاب جا، هذيك البورطابلا ما جات حتى 12. ومن بعد كي ما تقالها وين كنتي، قالت لي قالاي كنت تفهمنا نتلاقاو على العشرة، قالت له مالك مالك كنت نشارجا. شو اللي عنده؟ روحي بنتي تعالي تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ ميسيكا. واسمك؟ ميسيكا. ميسيكا، شحال في عمرك ميسيكا؟ 7 سنين. وين تسكني؟ سعيد حمدان. سعيد حمدان، احكي لنا النكتة تاعك. قال واحد نهار واحد الخنفوس في الصحراء كان عطشان، شاف واحد البير، جاب واحد الحبيله باش يحبط، حبط الحبيله طاحت. ومن بعد جا واحد عنده الذئب قال له صافا تحت، قال له اه صافا البح اليوم البروده. بدا قال له الذئب كيفاش نقدر نحبط، قال له هاك الكورده تقدر تحبط. بدا يحبط، قال له قبل شد لي الكورده، شد له. ومن بعد هذا الذئب كان ثقيل على الخنفوس، ومن بعد وهذا الخنفوس يطلع والذئب يحبط. ذكي هذا، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. اروحي بنتي تعالي تعالي، شاطرين اليوم انتما. واسمك بنتي؟ ماريا.
شحال في عمرك ماريا؟ 10. وين تسكني؟ ليفي. وين؟ ليفي. ليفي داكور. وعندك نكتة تحكيها لنا؟ عندي أغنية. أغنية تفضلي تفضلي. النملة طاب سعيي بالأمل، لست أرضى بالكسل، غايتي نيل الطلب، لا أبالي بالتعب، أبتني البيت الحسن بنظام للسكن، ولقوتي أذهب، لست يوم ألعب، كل الصيف أجمع لي طعاما يشبع، فإذا جاء المطر كان لي بيتي مقر، إنني نعم المثل باجتهادي في العمل. برافو 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 برافو. تصفيقة 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 يا أطفال، الحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز. إذا أنتم والأطفال اللي فكروا معنا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com، إذا كله ثقوب لكنه يحفظ الماء. واسمك أنت؟ أنيس. أنيس، وش هو الجواب؟ سحابة. سحابة مثقوبة سحابة، كله ثقوب لكنه يحفظ الماء، ماشي سحابة. شو اللي عنده جواب؟ شكون 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 اللي شاطر؟ شكون شاطرة هذه؟ واسمك بنتي؟ هيام. هيام، وش هو الجواب؟ البئر. البئر كله ثقوب لكنه يحفظ الماء. لا لا، ماشي البئر. البحر. ماشي البحر. واسمك انت يا؟ ريحان. ريحان، وش هو الجواب؟ البحر. ماشي البحر. ليس بالبحر. ليس بالبحر. واسمك؟ سيدرا. واسمك؟ سيدرا. سيدرا، وش هو الجواب؟ ها؟ الرمل. وش هو؟ الرمل. لا لا، مش الرمل. الصنبور. وش هو؟ الصنبور. وش هو الصنبور؟ العين. لا لا، مش العين، كله ثقوب. الأرض. مش الأرض. يلا تعال قلنا اسمك. فارس. فارس، وش هو الجواب؟ كله ثقوب لكنه يحفظ الماء، يشد الماء، هو متقوب بصح يشد الماء. تيو. لا لا، مش تيو. ماشي تيو. شجرة. ماشي الشجرة. البير. البير. لا لا، ماشي البير. لا. الصبار. وشو صبار. لا لا، شو اللي عنده جواب؟ عندك جواب؟ واسمك؟ لقمان. لقمان، عندك جواب لقمان، وشو هو؟ قارورة. ماشي القارورة. لا 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 بوبي، لا لا، احنا نشوفوا الاطفال، ما عندكم الجواب. واعر ها، نشوفوا العروسه هذه. واسمك؟ ريحان. ريحان. اسفنج. الاسفنج، هو الاسفنج سي ليبونج. الاسفنج. اذا ريحانة تعالي تعالي بنتي، تعالي اعطيني الهديه تاع ريحانة، اعطيني الهديه تاعها. اذا احنا الطفل والطفله اللي يعرف الجواب على اللغز نهدوا له هديه، عمو يزيد يهدي له هديه عباره عن سيدي لاغاني الاطفال مدرستي، وكذلك قبعه حصريا، قبعه مع عمو يزيد تحميك ان شاء الله من اشعه الشمس الضاره. تفضلي بنتي، بالتوفيق بالتوفيق. الحقنا درك، الحقنا درك، عمو يزيد داو يلعب النبوله الثانيه، نلعب شويه. إذن يا أطفال حقنا درك الفقرة عيد الميلاد، درك عندنا عيد ميلاد شكيب. تفضل شكيب. يلا شكيب. إذن شكيب شحال درت من سنة شكيب؟ سبعة. سبعة، أوكي. إذن يا أطفال راح نغنوا لشكيب عيد ميلادك سعيد، وأصدقائنا راح يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع شكيب. يلا نغنوا كامل مع بعض، أروحوا معايا التحقوا بيا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح.
ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذا سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، زوج، واحد، يلا نزف. برافو 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 برافو. إذا شكيب، على بالكم يا أطفال كاع اللي راكم لهنايا، كي تخرجوا من هذه الحصة تخرجوا بهذه الشهادة، هذه بوستر عمو يزيد تاع الحصة، وعندكم كذلك شهادة مشاركة باش تعلقوها في الدار وتحتفظوا بها كذكرى باللي جيتوا حضرتوا مع عمو يزيد للحصة، تكون باسمكم، هذه باسم شكيب، وانتم رايحين تدوا كذلك واحدة واحدة. تفضل شكيب. إذن احنا رايحين ناكلوا هذا الجاتو هذا، وانا ما بقى لي إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة، وبقوا على خير. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.